ليله صافيه رائعه. جو كوره اليوم، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. يا الهي على هذه الاجواء الجميله، منتظر كره قدم ممتعه اليوم. ننتظر ان نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها اهداف، فيها متعه، فيها اثاره، فيها مستوى عالي، فيها كوره. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. أما الآن النشيد الوطني لبولندا. البداية دي ماريا، أكونا، دي ماريا، أكونا يلعبها في المساحة، عرض كرة رأسية، سجلوها في الشباك. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. اترك لهم اي فرصه، هذه مزايا الكبار، خصائص الكبار، السمه اللي عند النجوم الكبار. هدف مهم جدا في الدقائق الاولى، يكسب به كثيرا من الثقه. اجمل كره عرضيه واستحقت نهايه جميله. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للامام، قراءه الهجمه بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من اجل وضع الكره في الشباك. هذه الامور لا تحدث صدفه بصراحه، تحتاج إلى ذكاء كروي. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. بيدناريك، كريتشوفياك، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. محاولة من جهة اليسار، الكرة ملعوبة من مسافة، يسيطر على الكرة، تمريرة، الكرة تصل إليه. جدا وخارج المرمى.
بينية جميلة، مساحة خالية على الجانب، الحارس دائما ما يظهر شخصيته، ينجح في السيطرة على الكرات العرضية. ميسي يحصل عليها، بليتش بدون مخاطرة يعود الكرة، الأرجنتين نجح في تسجيل هدف مبكر، هدف مقابل لا شيء الآن. بيدناريك يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، الكرة إلى الأمام، يفضل العودة بالكرة، ممتاز في التمرير، مهارة غير عادية بالكرة، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. أوتاميندي بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول، رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن، هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. سيتم التبديل الآن، كريتشوفياك تصويب على المرمى، دي ماريا، مارتينيز، ليونيل ميسي، كرة طولية من الحارس، كريتشوفياك واضح أن الفريق لا يغامر في الشوط الثاني من هذه المباراة، تقريبا يسخر إمكانياته وطاقاته للدفاع عن النتيجة بدلا من الهجوم وتعزيزها. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. تمريرة جميلة، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، بطاقة صفراء كان يعرف أن يستحقها بصراحة بعد تدخل عنيف. ليفاندوفسكي يلعب كرة على اليسار، روميرو لوسينزو، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، بيدناريك، كريتشوفياك، مارتينيز، فاتت ومرت وصلت إليه. الأرجنتين أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط، هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. بينية رائعة، بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. دي ماريا الأرجنتين ينقل الكرة بشكل سريع ورائع، الآن تأتي الفرصة من أجل حسم الفوز
في هذه المباراة وتعزيز التقدم في آخر الدقائق. بيدناريك بعد أن انتهى الوقت العصري والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن